مهمة جدا، خلينا نروح لها دلوقتي يا كريم. يلا هو كلمنا فيه برضو يعني الموضوع ده في الايام اللي فاتت، لكن في جديد، ازمه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم الافريقيه. امبارح بقى الجديد في الموضوع ان ارسلت اداره النادي الاهلي خطاب لاتحاد كره القدم بتؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير اللي بذله المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكله تعارض مواعيد بطولتي الامم الافريقيه المقامه بالكاميرون في الفتره زي ما حضراتكم عارفين من 9 يناير ل 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 ل 12 فبراير 2022. تأكيده كمان أن المنتخب الوطني هيشارك في بطولة الأمم الإفريقية بكامل لاعبيه، وأن كمان فريق الأهلي هيخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه، وده كان في ضوء التصريحات اللي جت على لسان رئيس اتحاد الكرة لإحدى القنوات التلفزيونية. أشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي وهي تثق تماماً في تصريحات المهندس أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بترتيب أو بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية، أخذاً في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لاعبي ممن فيهم الدوليين، وهو الأمر اللي بيحقق مبدأ هنا تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. وأكد الأهلي أيضا على أنه بيقدر تماما الدعم والمساندة اللي قام بها اتحاد الكرة، خاصة أن فريق الأهلي بيخوض مونديال الأندية ممثلا للكرة المصرية بل كمان للكرة الإفريقية بأكملها. أعتقد يعني حاجة في يعني أو رد أو خطاب في منتهى الاحترام والاحترافية، ما فيش بعد كده. إحنا بقى عملنا اللي علينا زي ما بتقال يا كريم، أنت خلاص من ناحية فعلا قدرت انك تعمل اللي عليه، وده مش ذنبك، ودي حاجه مش مفروض ان هي بتحصل، واتكلمنا في ده قبل كده. فخلينا نشوف بمناسبه اللي هنشوفه، احنا كلنا قاعدين مستنيين نشوف بكره ان شاء الله.